مرحبا. انا من هون من اللي من 2004. بال 2014 اخذوا لي طفلين، صار في ما بعرف اذا انا ما كنت حابب احكي، صار في مشاكل بينه وبين طليقتي. فهون للاسف صوت المراه بتصدق اكثر من الشخص، فكذبت بقصه انه صار في تعنيف مني لهم او للام، بس هذا كذب. واخذوا اطفالي مني الاثنين، من الام اخذوا واحد حطوه عند عائله سوريه والثاني حطوه عند عائله ثانيه. اتصلوا لي من فتره، من شي سنه وثلاث شهور، قالوا لي احنا اخذنا طول ابنك. بعد انا هلا حكيت باختصار، يعني اخذوا ترجيتهم اشوف اولادي. اول شيء يعني اشتقت بدها الاولاد الها. ايه هذا بعدين فرقوا بناتكم اخذوا الاولاد من الام. بعدين انا اخذتهم كل الوقت، لانه الام تزوجت طلعت من زوجها. بعدين انا صرت بدها اياهم من عندي، مع انه صاروا متاقلمين بالبيت، متاقلمين بالمدارس اللي عندي ببيتي. يعني انا عندي بمدينتي صاروا بالمدارس والدوكس وكل شيء، صرت بدها اياهم. كذبت ورجعوا. الكسندر هذا ابني وهذا ابن الثاني، اربع سنين وهو عند عائله سوريه. هان كان انت عربي، كان ما بيقدر يحكي عربي، نسول عربي، بس كان يحكي عربي مثله ومثلك. ست سنين وهو عمره ست سنين بيحكي عربي مثله ومثلك، بس اخذوه كانوا لنا بابا دم دار. اخذوه بطل يعرف عربي، اربع سنين كان بريتا باهر ميور داد نير دو باهر دن اندر سوانسكي فاميلي. دركر انت في مصر يا تيو يا مصر تيو فانهم تايتاره يا سوليتي مير اوفتاره فات هان كومل وبلما ماي تابا شانسلور وهان هور يودي هان هور تابا بابا شانسلور هان تسلو سي تبهاف انت تيفا بابا فارفور يا فيك انت الكسندر كوم كان دوارا اسمي تلسيس دومرينج ده تلسيس دومرينج ده تلمي وصوت في هور تاجت الكسندر تن ان انن فاميل فات دن سويسكا فاميليان في هفوت اورا ان ملا كودوم اتوم سلور هنوم وكاستا هنوم في جولبت وتفينغ هنوم في الباس فيسا سوكت سو دم مرتبط هنوم انت تلمي تل ان انا اسفانس كامل هان 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 كنا انت بلي فان دات هان فاليتا البرسو سو هان هو تاجت سندر كريير وكاستا كريير فا يتا اري بودوم تسلو دم لمنا هنوم تلمي سو دم كان لمنا بارن تلسيا فاميل من دم فيل انت دم لمنا ده فدم فيت اتي هون تي يوت نوت هان خيل هور ساك تيل دوم هان خيل هور ساك تيل دوم ات بابا هور انت يوت نوت اس دوم هور اوكسو نير هان بليفت الدر ما بعرف اذا احكي عربي ولا سويدي ما بعرف شو الاحسن. قالوا الاطفال سالوا حتى الثاني سالوا الثاني شو يعني هلا انت بتتذكر انه كان بابا يعنف عليك بابا يضربك؟ قالوا له لا. الكسندر كوم اينا بعد اللي تسوت ات دوم هور ساتات يا سلوك ان انه انا كنت اضربك من نيليجان ان دو كومت المي دو مفروغ الداي سالوك اذا انا بضربك ولا لا بصور كيلدوم ات يا سلوك ان انا فاليت بصور كيلدوم يا سو هان هور سات نيليجان افتر هان بليف ات الف ات انت سات دوم فاس مو دوم ترو دي بو ماما الا بو يا سو ما سالوك بس هلا لما كبروا سالوهم عرفوا يصدقوهم عرفوا انه فيهم يقولوا انه يعني يسمعوا كلام الطفل انه او لا انه في كيف رجعوا له؟ كيف رجعوا؟ رجع لي بعد ما راح على عند عائله ثانيه بعد اربع سنين بعد ما تخبروا وابنك الثاني
عن ابن ثاني عند عائلة ثانية له هلا 5 سنين. اثنين فرع لهلا. دبالينج سند دهونتس سند ألكسندر سند. من بعد ما أخذوهم لهلا ما شافوا بعض. من هلا ما شافوا بعض من 4 سنين. إيه. وابنك هذا بتشوفه أو بتعمل اتصال؟ أنا شفته من لا هم العائلة بيبعتوا لي كل 3 صورة عنه. وفي شيء ثاني شفته من سنة ولعبنا أنا وياه فوتبول مع السوسيال وما. ومع العيلة الثانية والله العظيم قديش كان مبسوط وشافوا السوشيال قديش مبسوط. يعني ما في اتصالات؟ لا ما في اتصالات. شفته من سنة وكان كثير مبسوط وشافوا وحكيت معهم شفته قديش كان مبسوط فقالوا معناته العيلة عم تأثر عليه حطوا للعيلة هاند ليدر حطوا للعيلة شخص ليعالجهم نفسيا انه ما تضغطوا على الطفل او تغيروا افكار الطفل انه ما يشوف اهله بس برضه هذا ما نجحوا على هلا ابني بقول لا يا بهبل انت تعرفها بابا يا بهبل انت بس هي الشغله انه انا مش محتاج اشوفها لانه العيله اثرت عليه مثل ما اثرت على الكسندر بقول لي هم عم طيب شو السبب الرئيسي اللي خلاه ياخذوه من الام؟ الام كان عندها مؤقت كان عندها حضانه مؤقته بعد الكذب للاسف هلا تغيرت ما بدنا الام تشوفنا وتغضب علينا بس انه تغيرت وعرفت اغلاطها وكل شيء ف يعني انت بتنصحي الامهات لا يروحوا للسوسيال ولا يشتكوا لانه اول شيء بيفرقوا عن زواجهم بعدين بيخسروا اولادهم ايه بس انا ما بقول لك الواحد محتاج مساعده ما يطلب مساعده ما بقول لك هيك بس المشكله السوسيال بيدمر اكثر بقدر في شيء مشكله الواحد يقدر يحلها مع حاله ومع عيلته احسن بس لو تكبر وبكون المرأة ضعيفة او الزلم ضعيف فيه يحتاج او يطلب مساعدة ايه فهي المشكلة السوسيال بده يخرب ما بعرف ليش يعني انا من جهتي بنصح كل ام حتى لو انفصلوا خلوا مشاكلهم بين بعض ما تدخلوا الشرطة والبوليس والسوسيال بعدين حتخسروا الاولاد الام كان عندها مشاكل مع طليقها كمان طليقها الجديد فهون اخذوا الاطفال يعني الكسندر كان بارا سيء انسوك بهور يوت ماماس اكس ماماس مان بهور يوت نن يدوش هذا بهور هور يوت الار يا تبول عليهم هم عم يتحمموا يعني تزوجت واحد من لبنان جابته بس عشان ياخذ الاقامه وما ابوهم الاصلي وما رضوا يرجعوا لي اياهم سوسيال فاخذت حضانه مؤقته لانه انا كذب كان صار طبعا هم ما بيقدروا يشوفوا شيء فكذبت واخذوهم. شو كان وضع ابنك عند العائله الثانيه؟ معنف مدمر يعني كان يحكي لي انه من الساعه كل كان نير لودم داي يرمت صاد سوبر نير لودم بيل الساعه 6 يضلوا من الغرفه ممنوع يطلع منها ويطلع بالتوكيت ما في اي شيء بالسقف يطلع هيك صار من سيك يعني صار انه شوي بده يصير مجنون نفسي بيقول لي انا للساعه 12 ولا الوحده ما كنت انا اقدر انام وعم بغلي من جوا يعني تخيل الطفل عم يحكي لي شو كان شعوره يعني عشان هيك اخذوهم منه فما يفكروا كمان العائله اللي ما غلطوا معه وعنفوا فيه اجال بلاغ على هاي العائله اخذوا ابني حطوه عند عائله ثانيه وما تاقلم عند هاي العائله يا برا اللي تنفل يا